السلام عليكم. عليكم السلام. مالك يا عادل، في ايه؟ مفيش، سمعت خبر كده وفي الشغل، يعني زعلني شوية. ايه، لغوا التماثيل؟ لا، لغوا الاستظراف. يبقى انت اول واحد هتزعل. لا يا ظريفة، بابا عيان. وايه اللي زعل في كده؟ عيان عيا جامد يا ماما. هيقعد له سنتين تلاتة لحد ما يخلص ذنوبه. ده ذنوبه قد كده. انا عايز اشوفه. ما تبصليش كده، زي ما انت امي هو برضو ابويا. هو صحيح طلق امي، وصحيح اتجوز صاحبتي، وصحيح شرب لي في اعار البيوت، وصحيح خلى انصاف الرجال يتحكموا فيا، بس مهما كان ابويا برضو. قول لي يا عادل، هو مالي؟ في ايه؟ انصاف الرجال دي احاسبك عليها بعدين. عموما هو عيان عيا جامد، في اشتباه في مرض خطير ورقت في البيت. اشتباه؟ يبقى هيعياله يومين تلاته كده وبعدين يقوم زي القرد. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ تلاقيه بس بيعمل حركتين كده على مراته عشان يهبش منها سلسله ولا غوشتين، زي ما كان بيعمل معايا. بس لا لا، دي ما يقدرش ياخد منها حاجه ابدا، دي هي اللي عيته. سوى المنطعي دي احقر انسان على وجه الارض. بس بصي بقى يا ماما، ما تزعليش مننا لو روحنا زورناه. لا خالص، ما زعلش، انا ما زعلش من الحاجات دي ابدا. طب جربوا كده، روحوا زوروه شوفوني هزعل ولا لا. ماشي. يعني نروح يا ماما؟ اروحوا، بس قلبي وربي هيبقى غضبان عليك. امك ثم امك ثم امك. ماشي، ثم ابوك عادي. انا يظهر معرفتش اربيكوا كويس. بالعكس يا ماما، انت عشان ربيتينا كويس احنا بنفكر نروح نزور بابا. لكن لو انت بقى مصره على الفشل في تربيتنا، بلاش نزوره. ما دام ده هيزعلك بلاش نزوره، مش كده يا سناء؟ بلاش. سناء تعالي، عايزك في حاجه تانية خالص غير موضوع بابا بعد اذنك يا ماما. تعالي. هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي بقى سناء، مفيش حل غير ان انا وانت نتقابل كاننا رايح الشغل وانت رايح المدرسه عادي جدا، وبعدين نزوق ونكت، يعني نروح بقى نقابل بابا. حلوه نكت دي يا واد، فكرتني ايام ما كنت بزوق من المدرسه ايام وليالي مع الواد. بابا يا حبيبي يا بابا. بابا مين يا ام بابا؟ بتزوغي؟ ماشي، انا بقى كنص الراجل زي ما انت بتقولي هعدي لك الموضوع ده. كنت بتزوغي من المدرسه تروحي فين يا بنت؟ والله ما حصل. كنت بتزوغي مع مين اصلا؟ والله ما حصل. وانا بقى كانوا العيال في المدرسه بيقولوا عليا ايه من ورايا؟ ما انا كنت ساعتها ما ببقاش في المدرسه عشان اعرف بيقولوا ايه عليك ساعتها يا عادل. ماشي، بس انا مش هعديها لك يا سناء. ماشي حبيبي. خير الموضوع بابا، بكره بقى ان شاء الله نروح لبابا. بس لعلمك يا عادل، انا لازم اتاكد ان البت اللي اسمها الزفته المنطعي دي، الكارته الغتيته البارده ديت، مش موجوده في البيت، وهي بتتنايل تروح المدرسه الصبح، ما بترجعش للظهر. موجوده مش موجوده مش دي القضيه. المهم دلوقتي احنا مش عايزين نركز في اي حاجه غير موضوع بابا. بابا ده لازم نطمن عليه، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل له. لا ما ينفعش يا عادل، ما ينفعش اروح البيت وزفته منطعي موجوده في البيت يا عادل، لاني لو شفتها همسكها من شعرها امرشها في الارض مرشه كده، وارتكب جنايه مع سبق الاسره والترصد. كنت بتخرجي مع مين يا بنت؟ والمصحف حصل. مساء الخير رانيا. مين حضرتك؟ سلوى المنطعي يا حبيبتي. سلوى المنطعي، الاسم ده سمعته قبل كده يا ربي. فين منطعي؟ حضرتك ليكي اي اصول البانيه؟ من اصول البانيه. بالنسبه للبن يعني سيدي الله يرحمه كان شغال لبان، بعد كده طور نفسه، حب يجدد، اشتغل في الزبادي. اجيب لك سلطانيه؟ فين الدوني العره اللي اسمها سناء واخوها النطع اللي اسمه عادل؟ انتوا كده تبقوا قرايب. بس ما تزعلنيش منك يا حبيبتي، تفهمي من بقك. القرايب قال ده، انا بقول لك من عيله المنطعي، عيله كبيره قوي 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 قوي. ايش جاب لي جاب يا حبيبتي؟ دول عيله رمه، دون واطشيين لمامه، بيشربوا العصير في اكياس بلاستيك. ما عرفوش طريق العصير ابو كرتونه الا لما دخلوا بيتي يا حبيبتي. والله انا ملاحظه ان حضرتك مستفزه منهم بشكل استفزازي بحت، ويعني كده في استفزاز. هل ده ليه اي اسباب من وجهه نظرك؟ ايه يا حبيبتي، هو حضرتك مذيعه؟ يا ما حرجوا عليا ولاد، كنت هعمل كده، بس المشكله ان كان في شويه ظروف عليا. بس انا طبيعتي تثقيفيه ومهتمه بالثقافه.
طيب يا تثقيفيه ومهتمه بالثقافه، شدي طولك كده هاتيلي كوبايه ميه وانت راجعه هثقف لك. اسطوره. ماشي يا سناء، ان ما فرجتك ماشي. اهلا اهلا يا حبيبي، يا اللي رامي ابوك عندي رميه الكلب الاقرب وشايل ايدك ونفض، مش صالح بس لما يغور ويروح في 60 داهيه تيجي تقول لي ساب لي كام؟ ليا ايه ولا ايه يا حبيبي؟ اشرب يا عادل. بابا ماله؟ بابا جرى له حاجه؟ لا يا حبيبي، بابا استمرته خلاص خلصت، بتتمدي بيسلم نمر اللي ما حد فيكم افتكر وجاب سبرينا وجاي طل عليه. ايه عايزين نصرف عليه من جيبي يا حبيبي؟ ايه الغبا دي؟ ايه الصوت ده؟ البيت ده ملوش حرمه ولا ايه؟ مين اللي اهلا باللي ان شاء الله هتتكفي على وشها في نار جهنم. ادوني العره اللي مش هتشوف الجواز ولا تخش بيت العدل، يعني محرومه من الاثنين، انك تخش دنيا وانك تخش اخره. ان شاء الله هتتحلمي منه طول ما انت راميه ابوكي عندي رميه الكلب الاعرج ونايمه جوه حبيبتي على مرتبه ريش. انت غيرت المرتبه يا سناء؟ انتي اتش 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 بتتكلمي كده ليه؟ بفوقكوا حبيبتي عشان انتوا عيلة دون جلدكوا تخين. لا 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 كفايه قوي كده بقى، هو يعني عشان سكتنا له مش عارف عمل ايه في حماره؟ لعلمك بقى مش كلنا جلدنا تخين لعلمك. بس يا مامي كان لازم تسافري اسكندريه دلوقتي، كان لازم تبقي موجوده عشان تتفرجي على سناء وهي بتطرقع. ايه يا سناء؟ ما تخش عليها، ده انت الليبرو بتاعنا. ايه جالك شد عضلي في لسانك؟ ايه قلبت على حسين رياض في الرده قلبه ولا ايه؟ قال يا قاعدين في العز ورميين بالكوا على غيركم كاتكم الخام. انتي ازاي يا سلوى يا تخش كده البيت كده عادي يعني؟ الله الله سناء اللجأة العانس المتطلقة واقفة كده تكلمني راس براس فيس تو فيس. يا نهار اسود، دي من جملة واحدة بس جابت اخرك يا سناء. ايه الست الفظيعة دي؟ دي بتتعشى سم دي ولا ايه؟ هو صحيح سناء المنطيع ده يعني ده اسم انسان ولا حيوان وتحور؟ ماما يا ماما يا حبيبتي انجيخ يا ماما يا ماما، روحي لماما يا حبيبتي خليها ترضعك ولا تجيلي انا اقوم بالواجب. يا ماما واضح ان حضرتك استهلكتي صوتك يعني، اتفضلي حضرتك تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجه حبيبي، شاربه من كعاني من هنا من ابوكو. مفيش مانع اضرب لي سندوتشين على السريع كده، ما عنديش وقت. قوي قوي فرصه الانتقام. رانيا يا حبيبي بقولك ايه، اعملي لنا سندوتشات من اللي انت بتحبيها. بكاتشي يا عجل بجد فرصتك. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. ايه حبيبتي ايه دخلت التريقه عليا كده فوست فيس؟ لا ازاي، ده بيتك ومطرحك. ازيك يا مدام؟ احسن منكم كلكم يا اختي. اكيد طبعا، والا ما كانش سابنا وراح اتجوزك. ما هو مقلب وشربته يا حبيبتي طلع موكوس. معلش يا الله يكون في عونك، ده انت بنت اصول كل الناس بتشكر فيكي. ده انا واطيه ليه بتقولي لي بنت اصول؟ شفتي بتتريقي عليا؟ ابدا، ربنا يعلم انا بقول عليكي ايه. انت غلبانه. غلبانه؟ ايوه، واحده من عيله المناطعي وتقع في سعيد القرش تبقى غلبانه. اسكتي يا اختي. ايه؟ اصل هو كان ساعتها يعني احسن اللي تقدمولي، بس ما تجيبي السيره للناس دي، دول ناس واطشين قوي. المهم قعد دخلي بالحنجل والمنجل وكلام معسول يا اختي، دوخني قضى عليا خلاني مش عارفه انطق. اسكتي. حلوه قوي ترويض النمره ده يا ماما، احنا بعد كده بقى نسميكي انعام الحلو. تقصد ايه؟ نسيتوني جايه في ايه؟ أكيد عشان صلة الرحم. بالظبط، برافو عليكي، هو ده اللي أنا جاية فيه. دي فاتورة علاج
الدكاترة والأدوية والاستوباليات اللي كنت بروح بها بابوكم. بابوكم؟ أيوة. بكرة إن شاء الله يبقى عندي شيك من المبلغ ده. ده برا الحساب اللي هيبقى بيننا وبين بعض لما يتكل على الله ويروح في ده. نبقى نقعد بقى يا حبيبي ونتحاسب، ويبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. يا إما هشيله هلا بيلا وارمهولكوا هنا على بير السلم، وشدت المغرف للمناطعة يجولكم هنا، يخلوا أكبر حتة فيكم قد كده هو. ماشي؟ من غير سلام. وبعدين يا دولا انت معاك فلوس تدفعها لها؟ يا ابني انا لو معايا فلوس كنت مشيتك اصلا من البازار، وكنت جبت حد عدل اللي يقعد يساعدني هنا بدل ما انت مرمطني كده. طب ربنا بقى يسهل يا دولا ويفضل حالك واقف كده على طول. اللي اقول لي يا دولا، يعني يا هل لو اديت لها فلوس هي هتسكت؟ يا هل يا هل يعني ايه؟ انا اقول لك يا دولا، يعني انت لو دلوقتي اديت لها فلوس هي اكيد طبعا مش هتسكت، هتقعد بقى تنحر فيك وتفتز فيك وهتجيبك الارض. تفتز ويا هل الاثنين مع بعض؟ ولا هو انت خريج مدارس لغات ولا ايه؟ لا يا دولا، خريج مدرسه الحياه. المشكله بقى لو ما دفعتش، منطعي دي هتجيب كل المناطع اللي عندها، وكل نطع ونطع فيهم قد النطع. بص يا دولا، انت ولا يهمك، انت خربش تكسب على طول. ايه خربش تكسب؟ ده اعلان. انا هقول لك يا دولا، انت عارف الكروت بتاعه الشحن بتاعه الموبايل مش انت بتخربش فيها علشان الرقم يطلع لك؟ انت قعد بقى خربش فيها واستنطع عليها كده، وبكره هتبقى انت كمان بقى منطعي، وهي منطعي، ومنطعي على منطعي ما يبرمش يا دولا. يعني مش هندفع؟ لا 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 لا، مش هندفع يا سناء. بص يا سناء، احنا لو دفعنا الست دي هتفتزنا كتير. يعني السؤال هنا، يا هل لو رفضنا ندفع دي هتسكت؟ يا هل، يا نهار اسوح، رمزي بقى علينا كلنا. بص يا ماما، احنا لازم نتعلم من التاريخ. اي بلدين بيختلفوا مع بعض وبيجوا يتفقوا بيعلوا سقف الطلبات. يعني مثلا لو في بلد ماشي جت احتلت حته من بلد تانية، تيجي البلد التانية قبل ما تطلب الحتة اللي البلد الأولانية احتلتها، تقوم البلد الأولانية تحتل حتة تانية، فتيجي البلد التانية مش عارفة بقى تطلب الحتة الأولانية ولا الحتة الجديدة اللي احتلتها منها البلد الأولانية. عشان كده بقى يا ماما ما بيبقاش قدامهم غير الخيار الاستراتيجي، الاتجاه المشاكس. حكة ايه وبلد ايه وتانية ايه يا عادل؟ هو احنا بنقسم المطبخ؟ بس انا بقى لا يمكن اقعد مع الحشرة دي تاني. يا سلام، ما الحشرة دي انت كنت بتتكلمي معاها بمنتهى الذوق ومنتهى الاخلاق المرة اللي فات. ما هو الادب والاحترام والذوق والاخلاق بكسر سماها، وهي كمان ما طايتش تقعد ونزلت الزحلقت على السلم. الزحلقت؟ صدقي فكرة والله يا ماما. ايه، نزحلقها من على السلالم، ولا وهي طالعه نحط لها صمغ تلزق في السلمه الاولانيه زي الفار، وعلى نفوخها بقى بالشباشب نحدفها في دماغها؟ لا 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 يا سناء، لا مش صح طبعا. احنا مش عايزين نلجأ لخيار الحرب، خلينا في الخيار بتاع السلام. السلام بيكسر شوكه الشرير دايما طول الوقت. عندك حق، السلام اسلم طريقه في التعامل معاها. جرايا يا سناء، انت كل شويه بتجنحي للسلام ليه؟ هي البنت دي شافتك يعني وانت بتزوغي من المدرسه؟ عموما بصي، احنا مش هندفع ولا مليم، واعلى مفخلها تركبه. طب وبابا يولع. ماما لو سمحت يا ماما، انا ما احبش ان انت تقولي كده على بابا، بعد اذنك يعني. بابا بقى ربنا يتولاه. نفس النتيجه، هيولع. اخيرا خلصت. ايه ده؟ دي السندوتشات اللي احنا طلبناها من امبارح؟ ايوه، انت عارف ما بحبش اتكلم ابدا، باخد وقتي. ضيف على اصول بس، ايه السندوتشات دي؟ دي سندوتشات يا بيبي، شامبينيون بالكو ديفوار. ده مش ده بتاع افريقيا؟ ده كو ديفوار هو ده. هي دي احجار كريمه ولا ايه؟ يلا ربنا يكرم. يعني ده ترانزيت ولا من بره بره؟ هو عموما لو من بره بره او ترانزيت، في الحالتين احسن حاجه ليكي فعلا يا رانيا اشتغلي في مطار امبابه بجد يعني. جت 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 جت. انا عايزه استحمى. استحمى ايه؟ استحمى ايه؟ بقالي شهور ما استحميتيش. انا ماسكه عليك ايه يا بنت؟ اقعدي. اهلا وسهلا مدام تشباي. منطعي بدل ما تتقطعي يا حبيبتي. مش فضالي.
الفلوس جاهزه ولا مش جاهزه حبايبي؟ الفلوس جاهزه حضرتك، هي بس بتتكوي. بتهزر. بقولك ايه يا مدام، احنا بقى مش هندفع، وممكن ترمينا سعيد من بير السلم. اللي انا بسمعه ده يا حبيبتي اكيد بتهزروا، انتوا بتستعبطوا بقى. حضرتك ليه متعصبه قوي كده؟ بتعصب عليه ليه؟ ليه حضرتك؟ المساله ببساطه خالص، احنا قاعدين على المائده المستديره اهي. اتفضلي حضرتك اضربي سندوتش وانت بتتكلمي، نتفاهم عادي يعني. حبايبي انت اللي قلت لهم اكيد خليتهم ما يدونيش فلوس يا حبيبتي. بصراحه ولو مش عاجبك روحي اشربي من البحر يا اختي. مش هشرب من البحر حبيبتي، مش هشرب من البحر، هفرق قهوه ساده واشرب معاهم. ها يا اللي بتدوري على حل شعرك يا بتاعت التاريخ والصور معايا. اديها فلوس تعالج بابا، هي مالهاش ذنب ان بابا عيله وبتطلع من فلوسها الخاصه ليه؟ هي تاخد فلوس مننا تعالج ابونا. يا بت انت رجعتي في كلامك ليه؟ ماسكه عليك ايه؟ ايه حكايه التاريخ دي؟ التاريخ عادي اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، الارض والحته والربع والتمن والتقسيم. انتوا قاعدين تسايلوا وسايبيني اكل في نفسي. خلصوا لخلص عليكم نفر نفر حبايبي. ايه ده؟ ايه اللي انا باكله ده؟ ده نازل جوفي عمال يقطع فيه كاني باكل ازاز مسلوق. حضرتك لا لا ده هو بس في الاول كده، بعد كده هتتعود عليه بعد ما يكون خلص يعني. لا ده سندوتش مولوتوف يا جماعه، بعدين هتنفجر بعيد. حلوه يا رانيا. تسموا مراتي يا نبيل. يا بابا اول حاجه انا مش نبيل، انا عادل. تاني حاجه احنا ما سميناهاش، هي اللي مفجوعه وقعدت تاكل في السندوتش بتاع الكورتونزون ده. ومين بقى اللي عمل لها السندوتش ده؟ رانيا مراتي. يا حفيظ يا رب. ورانيا تعرف منين ان مراتي منطاعي لما بتتنرفز بتاكل اي حاجه قدامها؟ والله ما تعرف يا بابا، ده اللي حصل ده حصل بمحيط الصدفه. مراحيض الصدفه مش وانتوا قلولات الادب يا انطاع، ما حدش فيكم يجي يسال على ابوه هو عيان ويدفعوا له مصاريف العلاج. يا بابا عيان ايه يا بابا؟ ما انت زي الفل اهو، جايب قميصك متشجر وما عندكش اي مشاكل. وبعدين يا بابا بطل الحركات دي، لو انت محتاج فلوس وفي اي وقت تعالى اطلب مني يا بابا، انا مش هتاخر. طب هات. يعني معقوله اعز عليك حاجه؟ ده انت ابويا برضو يا بابا. ماشي هات. يعني معقوله يا بابا مثلا تبقى انت محتاج حاجه وتيجي لابنك وتقول له هات وما يدكش؟ اكيد هيديلك. طب ما تبرز. بابا انت ليه بتعاملني ان انا غريب؟ انا ابنك يا بابا، اعملني عادي يعني. لا اله الا الله. طب والبنت اللي اسمها منطاع مراتي دي، انا لسه مغير لها جدار المعده بحاله. برضو هي في مقام امي، ما دام اتجوزت ابويا يبقى في مقام امي، وقت ما هي تحتاج حاجه تقول لك، فتبقى انت كمان محتاج حاجه فتقول لي، فهنتصرف يعني. معقوله اعز عليك حاجه؟ ما تقلقش خالص يا بابا. لا. المهم انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا يا اخويا ربنا يخليك ليا. بابا ما تتكسفش يا بابا. بس يا ماما حاول بقى يمين حاول شمال، ما طالش مني ولا مليم، بس انا كنت متاكد يعني حب يلعبني بقى ويقول لي اصل مراتي كمان عيانه، اللي كانت جايه انا وعماله تتنطط علينا وتستهبل، جاي بيقول لي عيانه وشايل لها المعده. اتفضلي. شفت بقى زي ما قلت لكم بالظبط، ان هو بيعمل حركات عشان يهبش مننا اي حاجه. ما هو واطي ومتجوز واطيه. يا ماما انا صدقت فعلا ان هو كان تعبان وكان صعبان عليا قوي يا عادل. صعبان عليكي؟ عارفه بقى انا اللي كان صعبان عليا بجد مين بقى؟ انا كان صعبان عليا احنا ان احنا كنا خايفين عليه، وان احنا كنا قلقانين وخايفين ان يبقى في مرض. وسلوى دي بالذات اما دخلت علينا الدخله دي احنا اتلبخنا فيها، لكن على مين؟ الحمد لله ربنا في اخر لحظه خلانا نعرف ان كل ده كلام فارغ. فعلا الطيور على اشكالها تقع. سيبك بقى من الطيور ومن انفلونزا الطيور، قولي لي بقى ايه حكايه التاريخ؟ وحكايه سلوى دي كانت تعرف عنك ايه؟ فعلا كنت بتخرج انت وهي وتروحوا تقابلوا شباب ايام زمان ولا لا؟ هو انا ما قلتلكش. لا طبعا ما قلتليش. طب ما انا كنت هقول لك. طب اتفضلي قولي، الفرصه قدامك اهو قدام ماما عشان ما تنرفزش عليك. ما هو مش معقول يعني تبقى انت اخويا وما اقولكش. ما تقولي يا سناء ما تستهبليش. ما انا هقول لك، ما هو مش معقول يعني الغريبه تبقى عارفه واخويا لحمي ودمي ما يبقاش عارف. قولي يا سناء عشان لو عرفت من بره. بصي عارفه الجزمه اللي في رجلي دي على وشك. ماما
احكي لعادل لما انت خلفتي عادل بابا بقى قال لك ايه بعد الخلفه ماما. خدي خدي وايه اللي انت لابساه ده؟ خدي الباربي اللي انت لابساه. ماشي ماشي يا سناء. ايه يا ماما حكايه بابا لما انت خلفتيني دي قال لك ايه؟ قال لي الحمد لله على السلامه.